متوحشا وعنيفا للغاية. تقترب أنثى فهد البومة هذه من قطيع كباش الجبل الصخرية بهدوء، وقد لاحظت أن هناك كبشا شابا لوحده سيكون فريسة مناسبة لها، لأنه لا يزال يافع ولا يملك القوة الكافية لمواجهتها. باقي القطيع شعروا بالخطر وهربوا كلهم، بينما اندفعت البومة نحو الكبش المنعزل عن القطيع وبدأت تلاحقه. لقد تسببت له في جروح عندما خدشته بمخالبها الحادة وهي تحاول القبض عليه، ما جعله ينهار بسرعة. بعد مطاردة دامت لدقائق، تمكنت البومة من القبض على الكبش اليافع وأسقطته على الأرض، ثم قضت عليه وبدأت تفترسه. الكثير من كباش الجبال الصخرية تلاقي حتفها عند حدوث الانهيارات الثلجية، لهذا تتجنب